بص، في ناس كتير قوي ما عندهاش شغلانة غير انها تحبطك والسلام، بمادام هم ما عرفوش ينجزوا الحاجة اللي انت بتأمل فعلا فيها انت تنجزها، لا معنى كده انت مش تعرف، انت مش هتقدر، انت وانت وانت. بس في حاجة انت لازم تعرفها، ربنا لما خلق البني آدم خلق كل واحد فينا بفروق فردية، يعني اللي انت تعرفه انا ممكن ما اعرفش اعمله، اللي انا اعرف اعمله انت ممكن ما تعرفش تعمله. بس ده مش نهاية الحياة اكيد، لو انت مثلا مستقبلك واقف على حاجة معينة وعملت ما في وسعك عشان تعملها وما توفقتش فيها، لسه عندك بكره وبعد وبعد والسنه الجايه واللي بعدها، ولحد ما ربنا يديك العمر لحد الاخر برضه ستيل هاف ذا تشانس، لسه عندك الفرصه انت ممكن تعملها. فكون ان انت بقى قاعد محاصر نفسك مع ناس نيجاتيف، ناس كل اللي هم في ايديهم ان هم يحبطوك يحبطوك مهما يحصل، انسى مش هتعرف تعملها، لو ايه ده فلان عملها وما عرفش، ده انا مش عارف خال ام عم جار مش عارف مين حاول يعملها وما عرفش، ما تسمعش ابدا للناس دي، وحاول تقلل علاقتك بيهم قد ما تقدر. في ناس بتبخ النيجاتيفيتي فايبس قد ما تقدر، نيجاتيف فايبس دي اللي هي الطاقه السلبيه اللي موجوده دايما دايما هتلاقيها في البني ادم، وفي ناس دايما دايما بيبقى عندها بوزيتيف فايبس طاقة إيجابية، دي حاول تقعد معاهم، حاول قدر الإمكان توطد علاقتك بيهم قد ما تقدر، حاول يكون الناس دي هم الأقرب ناس ليك ممكن تقعد معاهم، مش علشان حاجة بس thoughts attract thoughts، دي كده كوت معينة، يعني الأفكار بتولد أفكار. بمعنى إيه؟ بمعنى مثلا طول ما أنا قاعد مع ناس سلبية كل أفكاري أوتوماتيكلي هتتقلب سلبية، لا أنا مش هقدر فعلا، لا أنا هعمل ده إزاي، لا أصل مش عارف إيه، ما هو أنت سمعت هو دلوقتي ده فلان قال مش هتعرف، ده فلان قال مش عارف إيه. لكن انت لازم تعرف، وانت لو قعدت مع ناس ايجابيه برضو نفس الكونسبت ان thoughts attract thoughts، لما تقعد مع ناس ايجابيه ويقول لك لا تقدر، ما انا عملتها، هو انت ما تعرفش تعملها، لما تقعد مع ناس مثلا عندهم تجارب سابقه، الناس عندها خبره بقالها كتير، ومش لازم يكون ناس كبار في السن، في ناس كتيره كبار في السن لكن برضو they cannot do it، لان ممكن امكانيات مختلفه، جينريشنز مختلفه، ذا واي اوف ثينكينج مختلف. لكن انت مثلا ممكن لما تقعد مع ناس ممكن يكونوا اصغر منك حتى، والناس دي فعلا ممكن وذ شورت بيريد اوف تايم مع وقت قصير قدروا يحققوا الحاجه اللي انت فعلا نفسك تعملها، هما بس بيقولوا لك الستبس ممكن تعمل كذا وتبدا بكذا وكذا وكذا. دي الناس اللي انت فعلا فعلا لازم تقعد معاهم قد ما تقدر. الموضوع يا جماعه مش صعب، كون انت عندك مثلا one bad day مش معنى كده ان انا كل ايامي خلاص بقت bad day، it's only one bad day، لكن مش معنى كان one lifetime bad. الموضوع انت محتاج تتحكم في your way of thinking قد ما تقدر. مفيش حد ما عندوش negativities، مفيش حد ما عندوش مشاكل troubles struggles somehow in his life، بس في نفس الوقت مش معنى كان انا خلاص هحبط نفسي بقى واروح ادفن نفسي والسلام، انا خلاص عندي problems يعني unlimited. لكن البوينت كلها في ان انت ازاي تكنترول يور مايند سيت، ازاي كده تعمل له بارافريزنج، تعمل له زي مراجعه بالظبط، لا انا هبدا زي ما انا كده هغير من نفسي، انا مثلا عشان عايز اوصل للمكان الفلاني طب انا كده بقى مضطر اعمل كذا كذا كذا، طيب ولما اعمل كذا 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 الخطوه دي هتتكلفني كذا كذا كذا، طب هجيب الفلوس منين، هل ممكن اعمل جمعيه، ممكن استلف مش عارف ايه، ممكن اخد فلوس من والدي، ممكن اخد فلوس من والدتي، ممكن اشتغل شغلانة الفلانية هتجيب لي الفلوس الفلانية في الوقت الفلاني، طب انا دلوقتي مثلا محتاج الهدف اللي انا عايز اوصله ده محتاج كورس معين اخده مثلا الام بي اي هنا، طب الام بي اي غالية، طب ما في حاجة اسمها ميني ام بي اي، طب انا ممكن ادور على مكان ارخص بيديها، طب انا ممكن اخدها اونلاين لو اقدر، وهكذا. ده البوزيتيف ثينكينج، تقعد كده مع نفسك تمام، بصوا الجو هنا مثلا عامل ازاي، تقف مع نفسك في مكان هادي وفاضي مفيش اي حاجه خالص بتعملها غير ان انت بس بتفكر، مجرد تفكير، التفكير ده لوحده فعلا بيعمل خطوات ايجابيه في حياتك. انت مش هتعرف تحسها دلوقتي، بس صدقني كده لما تقعد مع نفسك وخصوصا بقى لو معاك ورقه وقلم وتقعد مثلا بقى تكتب، طب انا الخطوه دي عايز اعمل كذا، طب الخطوه دي عايز اعمل كذا، طب هنا عندي عقبه هنا، طب انا ازاي اقدر اصلح من هنا، هنا التفكير الإيجابي بيبدأ يطلع. الأفكار اللي انت بتبقى حبسة محبوسة جواك، وخصوصا لو انت قاعد طبعا مع ناس سلبية او انت قاعد في مكان دوشة مش عارف تركز قوي، هتفضل محبوسة. انت نفسك لما تيجي تقعد في مكان هادي وفاضي ومعاك ورقة وقلم وبتكتب بيها الأفكار، انها لوحدها هتلاقيها بتطلع، يعني thoughts attracted thoughts زي ما قلت generate thoughts، بتقعد تطلع، الفكره دي جت، ايه ده، طب ما الفكره دي كانت حلوه، ايه ده، طب ما الشخص الفلاني ده كنت اعرفه في المكان الفلاني ده ممكن يساعدني، طب الفلوس انا ممكن اجيبها من هنا، طب الكورس ده انا ممكن اعرف فلان خده او اعرف فلان كان قال لي على مكان تاني بيديه احسن، وهكذا. ده اللي بتكلم فيه، ما تخليش ابدا التفكير السلبي هو اللي